الإسلامي كما يعتبر اتباع كافر على عقيدة الشعب المغربي والنظام العام من أخلاق في البلاد وإنشاء علمية للفساد الأخلاقي الذي ينذر بأوقف العوام. لذا أسائلكم السيد وزير المشترك، لماذا لم تقم السلطة بواجبها بمنع هذا الحق كافر للقانون؟ وما هي الإجراءات التي تتخذونها لمنع تكرار هذا الفساد ورفع هذه التجاوزات الخطيرة؟ أشكرا. شكرا سيدنا المحترم، كلمة سيد الوزير في الجواب. شكرا سيد الرئيس، سيدة والسادة النواب المحترمين، ماذا أشكر السادة النواب المحترمين لتفضلهم بطرح هذا السؤال، وهذا الاهتمام يشكل دليل آخر على غيرة الجميع على قيمنا الحضارية المتوارثة وسعينا جميعا إلى حمايتها من خلال كل ما من شأنه أن يمس بالأخلاق العامة. كما هو في علمكم فقد وضع القضاء يده على هذا الملف، لذا لا يمكن في وقت الراهن التطرق إلى تفاصيل هذا الموضوع احتراما لسريات التحقيقات. ومع ذلك وجد تأكيد خلافا لما أشير أن الأمر يتعلق بحفل خاص تخللت له طقوس مرتبطة بعادات وتقاليد تمارس عادة من طرف مجموعة بناوه، وأن هذا النوع من الحفلات عادي ومألوف وليس حكرا على فئة أو وسط دون آخر. كما لا يستبعد أن يكون إقامة مثل هذه الحفلات مناسبة لتجاوزات اعتادت إدارة ترابية والمصالح الأمنية تصدي لها كلما ثبت مساس بالأخلاق العامة أو بالقيم الروحية والدينية التي نسعى جميعا ونحرص على احترامها والتشبث بها وحمايتها صيانة لخصوصية بلادنا ولتقاليدنا العريقة. وخلافا لما أشيع فإن الأمر لم يتعلق بتاتا بحفل زواج بين شواذ، حيث لم تسجل أي مظاهر خارجية توحي بذلك. وأغتنم هذه المناسبة للتأكيد على مسألة جوهرية وأساسية تتمثل في كون صار على احترام القيم المجتمعية مسؤولية للدولة التي تعمل جاهدة على صيانة الأمن الأخلاقي للمواطن المغربي وتحصين المجتمع من كل أنواع الانزلاقات التي قد تهدد هويته ومقاوماته الحضارية. وفي هذا الصدد فإن المصالح المختصة تصعد بدون وداع على محاربة كل أنواع الجرائم والتجاوزات المرتبطة بالانحراف الأخلاقي، وتبادر إلى اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة. وقد كان الاجتماع الأخير بالسادة الولاة والعمال وعملات وأقاليم المملكة الذي احتضن سوى وزارة الداخلية مناسبة للتطرق والإسهاب إلى موضوع الجريمة، حيث تم إعطاء تعليمات واضحة من أجل تطبيق صارم المقتضيات القانونية ولا سيما منها تلك المرتبطة بالمجال الأخلاقي. وفي إطار هذا التوجه وبمجرد أن علمت المصالح الترابية والأمنية بالواقع موضوع السؤال بادرت إلى إحالة الأمر على النيابة العامة والتماس تعليماتها لفتح تحقيق حول هذه القضية وملابساتها والمسؤولين عنها ودرجة خطورها. ولا إثر مباشرة هذه التحقيقات فقد أحيل الملف القضية على الجهة القضية المختصة القضائية المختصة التي يعود لها الاختصاص التام والكامل. وبهذه المناسبة وإذا كان من المحمود أن تتضافر جهود الجميع لتصدي مثل هذه المظاهر المشينة كلما تحققت، وإذا كان من لازم أن تقوم جميع مكونات المجتمع المغربي بإثارة هذا النوع من التجاوزات لا أخلاقية، فلا يمكن لأي حال من الأحوال القبول بأن تنصب جهة ما نفسها كسلطة وصية في هذا الباب أو استغلاله سياسيا أو إعلاميا من طرف أي جهة كانت
سواء عبر المناظر الصحافية أو عبر التحرير لتنظيم مسيرة احتجاجية في الشارع العام أو أمام المدارس والثانويات أو غيرها من وسائل للتأثير على الرأي العام وعلى القضاء، وتضخيم أحداث معزولة لتحقيق أهداف لا تمت بدفاع عن القيم الدينية بصلة ولا تخدم المصالح العامة للمواطنين ولا تساعد من قريب أو بعيد في تخليق الحياة الاجتماعية التي هي من صلب واجبات سلطات الدولة، كل في إطار اختصاصاته القانونية. وشكرا. شكرا سيد الوزير. الكلمة لفريق العدالة والتنمية للتعقيد. سيد الرئيس، سيد الوزير، في البداية باسم فريق العدالة والتنمية ننوه لقضاء سكنة مدينة القصر الكبير على حرصها على القيم المجتمعية وعلى مجابهتها لكل أشكال الانحراف الذي تعرفه المدينة، وكذلك يقظتها في وجه كل من يريد أن يمس بأخلاق هذا البلد وأخلاق المدينة. سيكون في البداية قلتم بأن الأمر معرض على القضاء وأنكم لن تتعرضوا لهذه الولاية، وأنتم من خلال جوابكم ذكرتم بأن الحكم لا يتعلق بما أثير بمختلف وسائل الإنفاق فعلا. أنا أعتبر السيد الوزير هذا الشراء ثابت، وكون متأكد على أنكم الكلام اللي قلتم التاوي حد ما يصدقكم فيه، لأنه الصور موجودة والأخبار متوافرة من مختلف الجهات كذلك تؤكد ذلك. إذا انظرت كذلك جميع الأفرطة اللي هي عنكم السيد الوزير تتأكد فعلا بأنه كانت هناك حفلات شاذة من دينا جاك صرفين. أكثر من ذلك أنا كنستغرب السيد الوزير اللي كان قمتنا بأن حفلات جاءت هذه المجموعة بالتنظيم ديالها، في كانت السلطة اللي كان كيف تنظمات السيادة؟ قلتم السيد الوزير بأنه الأمر بمجرد علم السلطة بما حدث ما بدنا تتحرك. أنا كنقول لكم التحرك السيد الوزير ما وقع إلا يوم الجمعة مساء، احتجت الناسيات والمظاهرات ديال المواطنين داخل المدينة عاد حركة السلطة. أكثر من ذلك كان حضور ديال رجال الشرطة داخل كانوا حاضرين تما، وبعض عوام السلطة كانوا حاضرين وكانوا على علم بما يجري، وهادشي هذا راه بالنسبة لجميع الصور وإذن الوثائق اللي كاينة. سيدنا المحترم، شكرا. شكرا سيدنا المحترم. كلمة سيدنا الوزير الدقيق. ربطنا لأن الآن القضية هي معروضة على القضاء، ونحترم مسؤوليتنا ودور في حماية الأمن الأخلاقي للمغرب والمغاربة كمسؤولين على الإدارات الداخلية. وبغيت هنا بهذه المناسبة نأكد أن الأمر يتعلق بمسطرات عادية وإجراءات طبيعية. احنا تنسجلوا سنويا 60,000 حالة ديال المس بالأخلاق، وفي هذه الحالات تتم مسطرة عادية لبحث هذه القضايا وتقديم من مس بالأخلاق العامة إلى القضاء ومتابعة هذه القضايا بدون أي ندخل بعض الأمور. ويجب التأكيد على تفادي هذه القضية بالضبط، تفادي بعض المغالطة وتعظيم بعض الوقائع، لأن الأمر لم يتعلق بحفل زواج بقدر ما يرتبط بحفل خاص حضرته زوجة المعني بالأمر وأفراد عائلته وبعض النساء والأطفال، وتخللت طقوس غلب عليها طابع الشعوذة كما تبين ذلك السجلات التي تم الحصول عليها والتي تبقى رهن إشارة من يرغب في إطلاع عليها من ذوي المصلحة والاختصاص.